الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أكدت أن زيارة الوفد الأمريكي لشمال وشرق سوريا جاءت لتأكيد استمرار الدعم العسكري والسياسي للمنطقة والعمل بشتى الوسائل على دعم الجهود الرامية إلى تطوير الحل السياسي للصراع في سوريا، وأن الوفد التقى كلا من قسد ومسد والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. فكيف ينظر باقي الأطراف الفاعلة في الملف السوري إلى هذه الزيارة، وما هي الرسائل من هذه الزيارة؟ مع كل تحرك دولي أو إقليمي في الملف السوري تكثر التخمينات والتحليلات حول فحوى هذه التحركات والرسائل المراد إيصالها وفك حبرها ورموزها بحبر سري وكل من زاويته. لكن لو ننطلق من آخر تحرك وبالتحديد في شمال وشرق سوريا المتمثل بزيارة وفد أمريكي وبالتحديد وفد من الوزارة الخارجية الأمريكية برئاسة نائب وزير الخارجية جوي هود برفقة المبعوثة الخاصة لسوريا إيمي كاترونا ومديرة مجلس الأمن القومي للعراق والسوريا في البيت الأبيض زهرة بيل. هذا التحرك الأمريكي أو الزيارة هي الرابعة خلال 2021 والتي وصفت إلى حد ما بأنها تندرج ضمن بنود الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للملف السوري، خصوصا أنها جاءت بعد إصدار البيت الأبيض الأمريكي في السادس من شهر أيار الجاري بيانا أعلن فيه تمديد حالة الطوارئ الأمريكية بخصوص الحكومة السورية. نائب وزير الخارجية جوي هود شدد على التزام أمريكا بالتعاون والتنسيق في التحالف ضد داعش الإرهابي واستمرار الاستقرار بشمال وشرق سوريا وإيصال المساعدات، مؤكدا التزام بلاده بدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا وإنهاء معاناة السوريين. ولفت هود إلى أن بلاده تعمل مع الدول ذات التفكير المماثل لضمان إعادة السماح بمرور المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، إشارة إلى العمل على إعادة فتح معبر اليعروبية. الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدورها أكدت أن زيارة الوفد الأمريكي لشمال وشرق سوريا جاءت لتأكيد استمرار الدعم العسكري والسياسي للمنطقة والعمل بشتى الوسائل على دعم الجهود الرامية إلى تطوير الحل السياسي للصراع في سوريا، وأن الوفد التقى كل من قسد ومسد والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وأعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على حسابه على تويتر أنه تم عقد اجتماع بناء مع الوفد الأمريكي، موضحا أنه تم الاتفاق على بقاء قوات التحالف الدولي في المنطقة لتحقيق نصر دائم على داعش دعما للاستقرار وتعزيزا للإدارة الذاتية. بعد كل هذا لابد أن نطرح سؤالا مشروعا، هذا الوفد الأمريكي الذي حط الرحالة في الإدارة الذاتية هل بدد المخاطر التركية؟ تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مني أنا وعد محمد أرحب بضيوفي حلقتي لليلة. معي من واشنطن الأستاذ بشار جرار كاتب ومحلل سياسي، ومن بروكسل الأستاذ حسين عمر كاتب وباحث سياسي، ومن بيروت الأستاذ الياس المر خبير العلاقات الدولية. ضيوفي الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا. أستاذ بشار جرار، اسمح لي لو أبدأ سؤال حلقة الليلة من عند حضرتك. وصول فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شمال وشرق سوريا، لو أردت منك أن تقرأ لي هذه الرسائل بحوزة هذا الفريق ما هي؟ بعد الشكر على الاستضافة الكريمة بعية الضيوف الكرام، أقول أن هذه الجولات التي يطلقها بايدن إلى العديد من الساحات المتهمة هي في حقيقة الأمر استمرار لمرة أخرى نقول ونؤكد ليس بجديد على الإطلاق، هذه استمرار للسياسات إدارة أوباما الأولى والثانية، الآن بالسياسة الإدارة الثالثة محاولة للاستفادة من أخطاء الإدارتين السابقتين خاصة فيما يتعلق في ملف مكافحة الإرهاب. وبالتالي جاءت أول إشارة هي التأكيد أن دور الولايات المتحدة في دعم قسد ومسد في تعاونها في محاربة الإرهاب تحديدا داعش، هذه أولوية قصوى، وهذا مرتبط بطبيعة الحال ليس فقط في الساحة السورية وإنما العراقية وساحات أخرى. ولكن الصورة الأكمل والأهم هي كيف تنظر إدارة بايدن إلى الإقليم برمته. عندما ننظر إلى الإقليم برمته لا بد أن يتوقف مليا عند تركيا إيران إسرائيل. انظر كيف الآن يتعامل مع قضية التصعيد الأخير والأحداث الراهنة المؤلمة التي تجري على الساحتين الفلسطينية الإسرائيلية. هناك ضبابية بالموقف، هناك ازدواجية في المعايير، هناك خطاب مزدوج
يحاول فيه طمأنة الجانب الفلسطيني والعربي من جهة، وأيضا تأكيد الدعم والاستمرار في السياسة الداعمة لإسرائيل. كذلك بالنسبة لتركيا، هو أيضا صعد ضد الأتراك، صعد أيضا ضد الإيرانيين، لكن عمليا لم تختلف سياسات بايدن عن إدارة أوباما. هو واصل الدعم لإيران من خلال الملف النووي الإيراني. هذه المفاوضات الجارية حتى الآن تظهر أن هناك محاولة للخروج من مأزق. أيضا مع تركيا هناك تنسيق، وعد بأنه سيستمر لأن تركيا حلف الأطلسي. فأين تجد هذه الوفود الأمريكية متسعا من المفردات السياسية الدبلوماسية لطرحها على من تلتقيهم؟ هذه مسألة تتحدى أعتقد أولئك الذين يستقبلون هذه الرسائل. وبطبيعة الحال الإدارة السورية الكردية والتعديات الإثنية كافة تدرك تماما أن هناك حالة من الغموض وحالة من المراوغة اتسمت بها إدارة أوباما وإدارة بايدن الآن، وأعتقد أن ستتحدث أستاذ بشار. أنت حضرتك يعني أنا بعرف بعرف خلفيتك أنك جمهوري، بس عم تحاول تتجنب سيرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. يعني عزيزي خليني عزيز. في هذه الجزئية أستاذ بشار، خليني بس بهاي الجزئية أسألك، يعني هناك من يقول إن كانت سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي غامضة أرحم من سياسة ترامب اللي هي المفاجأة، يعني من خلال تليفون باع شمال شرق سوريا يوصف البعض هذه الحالة. طيب خليني أروح أنا لعند الأستاذ حسين عمر ومنركز على هاي الجزئية بمعيتك في الدقائق المقبلة. أستاذ حسين عمر، هذا الوفد الرفيع المستوى يصل إلى الإدارة الذاتية في زيارة تحمل رقم 4. لو ركزنا قليلا على عدد الزيارات من قبل الشخصيات الأمريكية وعلى وجه الخصوص هذه المرة، يعني هو الفريق المكلف للملف السوري من قبل جو بايدن، أين نستطيع وضع هذه الزيارة؟ في أي خانة؟ في خانة تبديد مخاوف الإدارة الذاتية من مغبة عملية عدوانية احتلالية توسعية تركية جديدة، أم هي فقط زيارة روتينية، أم أين تضعها حضرتك وكيف تقرأها أستاذ حسين؟ مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. أعتقد بأن هذه الزيارة هي علامة فارقة في علاقة الإدارة الأمريكية الجديدة مع الإدارة الذاتية، إدارة مكونات شمال شرق سوريا. يجب أن نضع هذه النقطة بعين الاعتبار بالدرجة الأولى. الموضوع هذه الزيارة، أعتقد كان هناك تحضيرات لهذه الزيارة من قبل ممثلين للخارجية الأمريكية أو ممثلين حتى للحكومة الأمريكية الذين كانوا يزورون المنطقة بشكل أو بآخر دون أن يتم ذكر تلك الزيارات بشكل علني حتى الآن. اختلف الوضع منذ انتهاء عهد ترامب. حقيقة اختلف التعاطي الأمريكي مع الإدارة الذاتية بشكل باعتقادي. أعطيني أوجه الاختلاف أستاذ حسين، خلينا نحكي بشكل مفصل. نعم بعهد ترامب كان التعامل تعاملا عسكريا كما كان بعهد أوباما. يعني أنا أعتبر سياسة ترامب التي استمر بها كانت امتدادا بشكل أو بآخر لسياسة أوباما في المنطقة، وخاصة في التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية أو في التعامل مع الإدارة الذاتية الموجودة في شمال شرق سوريا. كان هناك قليل من الاختلافات، لكن التعامل مع تركيا بشكل جدي، دعم الموقف التركي، أوباما كان يدعم، وأوباما هو الذي سمح لتركيا باحتلال جرابلس وعزاز كما تذكرون، هو الذي أعطى ضوء الأخضر لأردوغان. وكان مخطط أوباما هو أن يكون هناك احتلال تركي لكامل الأراضي السورية، لكن الوضع لم يسمح بذلك بسبب المقاومة من جهة، بسبب التدخل الروسي من جهة أخرى. لذلك اختلف الوضع في عهد ترامب. ترامب تعاطى مع الإدارة الذاتية أو لنقل مع قسد بشكل عسكري فقط لا غير، الدعم العسكري أو المشاركة العسكرية مع قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب أو في ضرب داعش تحديدا، حتى ليس مكافحة الإرهاب، لأن هناك فصائل أخرى إرهابية في المنطقة وهي فصائل تابعة أو مرتبطة مع تركيا، لكن إدارة ترامب كانت تدعم تلك الفصائل أيضا. كلنا نتذكر
بأن الخوض البيضاء هي مجموعة إرهابية حقيقة تابعة للإخوان المسلمين، لإدارة ترامب خصصت لها مبالغ طائلة ملايين الدولارات لكي تقوم بما تقوم به حاليا في المناطق المحتلة من تغيير ديموغرافي تشارك في هذه الزيارة الآن. أو الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة بايدن أرادت أن تعطي، بالرغم أنها تسير ببطء في هذا الاتجاه، لكن أرادت بهذه الزيارة أن تعطي انطباع آخر. نحن لسنا فقط ندعم الإدارة الذاتية، أو نحن لسنا شركاء فقط في مكافحة الإرهاب، في ضرب داعش، في القضاء النهائي على خلايا داعش، ولكننا أيضا شركاء في بناء هذه المنطقة. نحن يعني باعتقادي الإدارة الأمريكية ستقوم باعتراف بشكل أو بآخر. خليني أستاذ حسين، بدنا نحكي عن هاي النقطة مشان ما نحرق محاور الحلقة. خليني أروح عند أستاذ الياس المور، ضيفي من بيروت. أستاذ الياس المور، يعني الأستاذ حسين قال بأن هناك علامة فارقة في هذه الزيارة. خليني أسألك كمان، مثل ما بيقولوا من بوابة، أنه في 6 شهر أيار كان هناك تمديد لحالة الطوارئ الأمريكية، ومن ثم أتت هذه الزيارة. كيف يرى الفرقاء الآخرون هذه الزيارة للداخل السوري، لشمال شرق سوريا على وجه الخصوص، من قبل روسيا وسوريا، الحكومة السورية وإيران أيضا وتركيا كمان؟ تفضل أستاذ الياس. لك أستاذ وعد، لضيوف الكرام ولجميع المشاهدين، يا أهلا بك. بالحقيقة يعني هذه الزيارة نحن نعتبرها أن المرحلة الثانية من بلورة السياسة الأمريكية تجاه الوضع في الشرق الأوسط عموما وفي سوريا تحديدا، بعدما انتقلت إدارة بايدن من المنحى النظري، تنتقل الآن تدريجيا ولكن بهدوء بايدن المعتاد إلى المرحلة التنفيذية. وهدف المرحلة التنفيذية أمرين أساسيين. الأمر الأول هو التأكيد على تثبيت الوجود في الشمال، في سوريا، يعني في الملف السوري وتحديدا من بوابة الشمال الشرقي، من خلال تأكيد الوجود المفتوح، يعني المفتوح زمنيا في يعني والطمأنة بين مزدوجين لهذا الوجود، بما تحمله هذه الطمأنة من رسائل متعددة الاتجاه، باتجاه الحلفاء وباتجاه الخصوم المحليين والدوليين. والأمر الثاني هو فتح باب من أجل التفاوض على الساحة الدولية من البوابة السورية، كما أن هناك بوابات أخرى، بوابة أوكرانية وبوابة يعني وبوابة فلسطينية إسرائيلية. فإذن ملفات متعددة، وواحدة من أبرز هذه الملفات أو من الملفات البارزة إذا صح التعبير هو الملف السوري. فإذن تكون الإدارة الأمريكية تريد من خلال هذه الخطوة وغيرها من الخطوات العملية الانتقال من مرحلة النظري إلى مرحلة العملي، ووضع الملف السوري في جعبتها من أجل وضعه مستقبلا على طاولة المفاوضات الدولية والأممية. اتجاه إدارة بايدن بشكل عام هو من أجل التفاوض مع الصين وروسيا في مرحلة مقبلة، ومن أجل ضرورات التفاوض مع الصين وروسيا لابد من تمتين جعبة الملفات. وكما سبق وذكرنا أن واحدة من هذه الملفات الأساسية هي الملف السوري. أستاذ بشار، يعني خليني أرجع شوي لورا، وبالتحديد وجهة نظر الأستاذ حسين عمر عندما أكد بأن هناك علامة فارقة بين إدارتين للولايات المتحدة الأمريكية. الآن ما يحدث هو نسق جديد، تمكين للإدارة الذاتية من خلال تصريحات خرجت من قبل الإدارة الذاتية ومن أيضا من قبل المسؤولين الأمريكيين. يعني هذه الجزئية بشكل أو بآخر على وجه الخصوص الرسائل المراد إيصالها من قبل الإدارة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص أيضا لتركيا، كيف هي وما هي؟ عزيزي، هو لا شك في أن هناك لغة مختلفة كليا، وهذا ما بشر ووعد بايدن خلال حملته الانتخابية. عندما تولى الأمور في البيت الأبيض قال قد عادت أمريكا، أعلن عن عودة الدبلوماسية، ولكن انظر لتصريحات الأقوال والأفعال. قل لي ماذا تغير جوهريا عما قام به أوباما في الإدارة الأولى، الثانية والثالثة الآن، وأيضا بين إدارتي ترامب وبايدن؟ لم تتغير الأمور جوهريا، سوى أنه كان هناك وضوحا
سواء اعتبرته معاديا أو مساندا، لكن كان هناك وضوحا فيما يريد أن يحقق ترامب. بايدن كما أوباما يميل إلى المراوغة، وأن يبدي لك الكلام الذي يطيب للسامعين. طيب طيب أستاذ بشار خليني قاطعك بردجوري حبيب قلبي. أنت أستاذ بشار خليني بس أسألك هذا السؤال، يعني جميل أنك عم تشيد بشكل أو بآخر من منطلق إيجابي لصراحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن ماذا كان يريد دونالد ترامب؟ يعني حضرتك تؤكد في جزئية ما، الأستاذ حسين قال بأن أوباما كان يريد تسليم كل سوريا لتركيا، ولكن تم منع حدوث ذلك من خلال مقاومة، من خلال دخول روسيا وأمور أخرى تعرفها. ما هي أو ما هو المراد الذي كان يسعى إليه دونالد ترامب؟ عزيزي، أكبر خطورة وفارق بين إدارتي ترامب وبايدن أن ترامب عمل بصدق نحو مصالح أمريكا واعتبر أمريكا أولا. وعندما تتعامل مع طرف يكون واضحا بأن هذه المصالح تتعامل معه بلغة سياسية حقيقية واقعية. الخطورة في من يراود، في من يظهر شيء ويبطن شيء آخر. أوباما في الإدارة الثانية الأولى والثانية والآن الثالثة تحاول أن تعيد توظيف كل الظروف التي كانت وأفضت إلى الربيع العربي المشؤوم. هناك محاولات الآن لزعزعة الاستقرار. صحيح أن كروت وأوراق هؤلاء الشياطين قد حرقت في المنطقة، ولكن هناك محاولات لبعثها من جديد. انظر لتسخين الساحات، انظر ماذا يحدث في غزة والساحة الفلسطينية الإسرائيلية، ماذا يحدث في قضية إثيوبيا ومصر، ماذا يحدث في قضية المفاوضات مع إيران، لماذا فجأة انطلقت هذه الصواريخ من حماس فيما خمدت من لبنان. هناك ترتيبات يا عزيزي أكبر من الجزئيات. الصورة الكبرى للأسف ما يريد أن يقول بايدن الآن هو بالفعل كما قال الأخ الدكتور حسين، هو يفاوض الصين مثلا حتى تبتعد عن الخليج والعراق، يفاوض روسيا في الورقة الأوكرانية والورقة السورية بتفصيلاتها لتحقيق مكاسب. ولكن العنوان الأكبر الذي يميز إدارة بايدن ويفرقها عن إدارة أوباما الأولى والثانية هو أنه يميل إلى التعطيل، وهذه هي الخطورة. إدارة بايدن لن تقوم بحسم أي من هذه الملفات، هي محاولة للاستفادة من حالة التعطيل حتى على الأقل ينتهي الاستحقاق الانتخابي ب 2022. بايدن يشعر وهو والحزب الديمقراطي بخطر حقيقي الآن لخسارة مجلس النواب، الأغلبية في مجلس النواب. هذا الأمر سيؤدي إلى مشاكل داخلية تضغط على بايدن. حتى في القضية الفلسطينية الإسرائيلية والقضية التركية الأرمينية الأذربيجانية، كل هذه الملفات، الخلاف مع روسيا، كل هذه الخلافات ستضغط بشكل أكثر ضغطا فيما لو خسر بايدن المعارك الداخلية السياسية التي يخوضها مع الجمهوريين. حتى ملف تزوير الانتخابات الآن يبعث من جديد. فبالتالي يا عزيزي الفارق هو كيف يتلقى السياسيون في بلادنا، في الوطن، في الشرق الأوسط، على اختلاف هذه الساحات، كيف يتعاملون مع بايدن بالاستفادة من مراوغة أوباما وصراحة ترامب. غير ذلك ستبقى الأمور في حالة تعطيل دائم، وللأسف من يدفع الثمن هم شعوب هذه المنطقة. خليني نشوف الأستاذ حسين عمر. أستاذ حسين عمر، طرح الأستاذ بشار في هذه الجزئية بين قوسين وصفه لها بمرحلة التعطيل، هل هي بالفعل موجودة الآن أم هناك قراءة أخرى مغايرة من زاوية أخرى؟ الآن نرى وفد يعني رفيع المستوى وصل للإدارة الذاتية، وحضرتك كنت حابب تعرج على مسألة تمكين الإدارة الذاتية والاعتراف بها كما وصفت حضرتك أستاذ حسين. يعني أعتقد بأن ليس هناك تعطيل. التعطيل الذي يمارسه أو تمارسه إدارة بايدن في بعض القضايا الأخرى، أما قضية الشرق الأوسط وتحديدا لنقل قضية داعش بين قوسين،
يعني التي هي موجودة في سوريا والعراق، فإن هذه الإدارة واضحة جدا يعني باعتقادي، هذا ما أراه أنا أقرأه من خلال الزيارات المتتالية لوفود كبيرة لهذه الإدارة ورسم سياسة جديدة أو تعامل مع الواقع بشكل مختلف. ترامب كان يتعامل مع الواقع من خلال القادة، لم يكن يتعامل مع الواقع الموجود من خلال التعامل مع التنظيمات أو مع المجموعات الموجودة على الأرض. لكن إدارة بايدن الآن لها وفود في كامل العراق على فكرة، يعني زارت حتى النجف، زارت الكثير من المحافظات العراقية وكذلك في شمال شرق سوريا، زارت هذه الوفود، زارت المناطق، اجتمعت مع رؤساء العشائر، اجتمعت مع الوجهاء. وهذا يدل أن هذه الإدارة تريد أن تبني سياسة معروفة واضحة تكون تضع في اعتبارها مصالح بلادها، مصلحة أمريكا، وكذلك مصالح شعوب هذه المنطقة، مصالح شعوب هذه المنطقة في هذه الفترة تحديدا مع هذه الإدارة. ليس هناك حل آخر أمام العراق والشعب العراقي والشعب السوري باعتقادي ومنهم شمال شرق سوريا إلا بالتعاون يعني العمل مع الإدارة الأمريكية والتواجد الأمريكي في المنطقة من أجل الخروج من المأزق الموجود، من الخروج من المقتلة الموجودة. هذا الوفود ذكرت أعتقد ديفيد برشتاين ذكر بشكل واضح بأن مهمتهم الآن أو تعاملهم مع الإدارة الذاتية من الآن وصاعدا سيكون تعامل عسكري وسياسي أيضا. كان كما قلنا في العهود السابقة تعاملا عسكريا فقط، هذا التعامل السياسي يعني سيكون هناك شبه اعتراف بهذه الإدارة. طيب خليني أسألك كمراقب لهذا الملف وكمعد ومقدم لبرنامج سياسي، يعني ما هي الضمانات هذه المرة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة الذاتية حتى تبعث باطمئنان كبير في نفوس شعوب ومكونات تلك المنطقة الخائفة حقيقة من أي تحرك عدواني تركي قد يحصل بين ليلة وضحاها كما في الأيام السابقة إبان فترة حكم دونالد ترامب؟ يعني الحقيقة لا توجد ضمانات، لا أمريكا لم تعطي ضمانات لأحد غير إسرائيل، لا تعطي ضمانات لأحد في العالم غير لأمريكا، للشعب الأمريكي وإسرائيل كدولة، لأن أمريكا هذه خصوصيتها. الضمانات الموجودة لنراجع قليلا، منذ شهرين وحتى الآن أو ثلاثة أشهر لم نسمع تهديدات أردوغان نحو المنطقة، لم نسمع بأنه سيهاجم، لم نسمع بأنه يحضر قواته مثلا اجتياح مناطق أخرى في مناطق الإدارة الذاتية. سكت أردوغان هذه الفترة، وهذا دليل أن هناك ضغوطات أمريكية كبيرة. من الممكن أن يغامر أردوغان، أنا لا أقول، لكن هذه المغامرة ستكلفه من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة أعتقد كثيرا. لن يقوم بايدن كما فعل ترامب تحت ضغط أردوغان بالانسحاب أو بالسماح له أستاذ حسين القيام بعمليات كبيرة كما فعل في عهد ترامب. هناك وضوح، أنا لا أتفق مع الأستاذ بشار في ذكره بأن هناك غموض، هناك وضوح تماما بسياسة الإدارة الأمريكية تجاه العراق وتجاه مناطق شمال شرق سوريا، تجاه سوريا بشكل عام. فتمديد حالة الطوارئ بخصوص سوريا هذا دليل على الوضوح، الدعوة إلى تفعيل الملف السوري هذا دليل على الوضوح، زيادة الدعم العسكري لقوات سوريا الديمقراطية هذا دليل وضوح، العمل مع الإدارة الذاتية ومؤسسات الإدارة الذاتية وقولهم بأنهم سيدعمون إعادة الأعمار في المنطقة، وهذا ما قاله مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية بأننا سنعمل الآن، وهذه لأول مرة يقولها على يعني خطين، خط إعادة الأعمار كان الثاني منهم. لذلك أعتقد لولا وجود دعم ووجود ضمانة أمريكية لما كان هناك تفكير بالنسبة للإدارة الذاتية بموضوع إعادة
أعار أو الحوكمة من جديد أو إلى آخره. لذلك تركيا في موقف حرج جدا في هذه الفترة. من الممكن أن يغامر أردوغان بجهة من بمنطقة من المناطق، لكن لا أعتقد بأنها ستكون كوباني أو الجزيرة. من الممكن أن يغامر في مناطق شهبة، لكن مناطق الأخرى لا أعتقد، لأن هناك حدود قد وضعت له في هذه الفترة. على الأقل الثلاث سنوات النصف الباقية لعهد بايدن أعتقد بأنها ستمر برياحة على منطقة شمال شرق سوريا، بعدها لا يمكن أن نتكهن به. طيب هاي النقاط كتير مهمة أستاذ بشار، بالرجع لعندك يا ريت لو ناخد تعقيب، بس خليني أروح لعند الأستاذ الياس المر. أستاذ الياس المر، هناك إجراءات تمضي على قدم وساق لإعادة عملية الانتخابات في دمشق من قبل الحكومة السورية. الآن هذه الزيارة الأمريكية في أي مساعي يمكن أن نضعها؟ في أي خانة يمكن أن ندرجها أستاذ الياس المر؟ نحن نعتقد أنه الإدارة الأمريكية يعني وغيرها من الإدارات في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت يعني على قناعة بأنه المستقبل في سوريا يجب أن يكون بالتعاون مع الشرعية السورية ومع الحكومة السورية ومع شرعية يعني تحديدا الرئيس بشار الأسد، وخصوص يعني وتحديدا على الأقل في المرحلة المقبلة، المرحلة يعني العهد المقبل الجديد، يعني الست سنوات المقبلة الجديدة. وإذا كان هناك قناعة على هذا الأساس، وإذا كان حقيقة إدارة الرئيس بايدن كما نعلم أنها تريد أن تحد من الأزمات المتفرقة وتحد من تشعب الأزمات في السياسة الخارجية الأمريكية من أجل الذهاب أكثر بشكل مركز وبشكل محدد أكثر باتجاه الأزمات الكبرى التي تعهد بايدن يعني وهو المخضرة في السياسة الأمريكية، وهو الذي يعلم جيدا تفاصيل المشاكل الأمريكية والأزمات الأمريكية الكبيرة، وهو الذي واكب عدة عهود رئاسية أمريكية قبل ما يكون نائب لرئيس نائب لأوباما، كان هو لمدة 30 سنة بوزارة الخارجية الأمريكية ويفقه جيدا تفاصيل السياسة الخارجية وحاجاتها ومتطلباتها، ويعلم والأهم من ذلك أنه بايدن يعلم جيدا مكامن القوة والضعف، يعني أين نجح الرؤساء السابقون وأين فشلوا. لذلك نحن نعتقد كمراقبين أنه بايدن يريد أن يحقق إنجاز في تاريخ السياسة الأمريكية. هذا الإنجاز يجب أن يكون على محور العالمي وليس على المحور الإقليمي. فمن هذا المنطلق تبقى كل التصرفات وكل الخيارات السياسية الإقليمية يعني على المستوى الإقليمي تبقى هي إذا بدك تفصيل أو يعني جسر عبور باتجاه السياسات. طيب جسر عبور الكبرى. أعطيني وصفة يا أستاذ الياس، خلينا هيك نحاول قدر المستطاع نحلل الجزئية بشكل تفصيلي أكثر. يعني هذه الجسور الصغيرة يعني من ضمن الملف السوري والملف الفلسطيني، يعني مواضيع إقليمية صغيرة كما تم وصفها من قبل حضرتك، شكل وسيناريو وإخراج هذه الجسور الصغيرة كيف ممكن يكون؟ يعني هل تتفق مع الأستاذ حسين عمر عندما قال بأن الرئيس الأمريكي وضع بشكل أو بآخر خطوط لأردوغان بأنه لا يستطيع تجاوز هذه الخطوط ولا يستطيع بقيام أي عمل عدواني لشمال في شمال وشرق سوريا، وفي حال لو غامر سيكون هناك رد شديد أو مفاجئ من قبل الإدارة الأمريكية؟ ما بعرف إذا بعدك معي أم فصل الخط أستاذ الياس، يبدو فقط الاتصال من صار معنا. يلا أستاذ الياس إذا كنت معي تفضل مباراة. أنا شكرا أنا عم بسمعك. أنا برأيي أنه العلاقة مع تركيا، نعم بوافق أنا الضيف الكريم، العلاقة مع تركيا رح تكون سيئة بعهد بايدن ورح تزيد سوء لسبب بسيط، لأنه تركيا تعتبر جزء من المشكلة في المنطقة، جزء من المشكلة في المنطقة. وأنا برأيي بايدن بالتنسيق مع الروس
بالتنسيق مع الروس، ومثل ما هو يعني بادئ الحوار مع الإيرانية بده يذهب باتجاه حلول في المنطقة ولن نرى يعني تركيا جزء رح يكون من هذا الحل. كمان هيك رح نشوف دور أكبر للدول العربية رح يرجعوا يلعبوا على الساحة، ونحن شفنا شبه عودة عربية أو عودة عربية جزئية إلى دمشق، هي هذه مقدمة من أجل محاصرة الدور التركي ومن أجل تحجيم الدور التركي وإعطاء دور عربي أكبر في الداخل السوري. أستاذ بشار جدرار، أدلو بدلوك في كل هذه النقاط، المنبر لك، تفضل. عزيزي، هذه نقاط ثرية جدا وجديرة بالمتابعة بالفعل، ولكن الرابط بينهما مرة أخرى هي مطابقة الأقوال بالأفعال. كل الصرف الكلامي الذي تحدثت عنه إدارة بايدن، سواء في الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي أو الموضوع التركي الأرمني أو في قضايا تتعلق في سوريا والعراق، جميعها لا تنسجم ولا ترقى إلى مستوى الأفعال. وهذه خطورة التعامل مع إدارة أوباما الثالثة، لأن الفارق ما بين أوباما وبايدن، أوباما كان لديه كل الزخم الداخلي والخارجي لإحداث اختراق، كان غير مجرب، بينما بايدن العكس تماما، في حرب انقسام غير مسبوقة داخليا، هناك مؤسسات وازنة على رأسها البنتاغون، لديه مواقف واضحة فيما يتعلق بملفات لا تحتمل الخلاف الحزبي كملفات مكافحة الإرهاب. ولكن انظر كيف تعامل مثلا مع كل القضايا التي كان يعارضها في السياسة الخارجية للرئيس ترامب، لم يغير أي قرار من القرارات السياسية الاستراتيجية على الإطلاق. موضوع القدس، موضوع اتفاقات السلام الإبراهيمية، موضوع الموقف من دعم إسرائيل، حتى إعادة أموال لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بالسلطة الفلسطينية رافقه أيضا غموض في حسم ما يجري الآن. فيما يتعلق في إيران، موقفه من الحوثيين، موقفه من إيران فيما يتعلق في ساحات أساسية في استقرار الشرق الأوسط منها لبنان لم يتغير. فيما يتعلق في تحديدا شمال شرق سوريا، هو يعلم مثلا أنه الآن بوضوح يقول أن الرئيس الشرعي لسوريا هو بشار الأسد، وهو يراقب الآن إعادة انتخابه. هذا الفارق بينه وبين ما كان يقول أوباما عندما كان يقول أيام الأسد معدودة. ولكن انظر لما يجري على أرض الواقع، على أرض الواقع هذا تكريس بين قوسين، النظام السوري الآن يكتسب مزيد من الشرعية الدولية والعربية، في المقابل هناك سعي حثيث للتوصل لاتفاهمات مع إيران. على ماذا ستكون هذه التفاهمات؟ أكيد ستشمل العراق وستشمل سوريا بالمكونات كافة. عندما نصل إلى شمال شرق سوريا، الموضوع ليس تركيا يا عزيزي، أردوغان انتهى. صدقني، أردوغان في مرحلة الخروج أو الإخراج من المشهد كليا، الغاية هي روسيا. هل سيتم التفاهم مع روسيا بما يعود بالاستقرار على سوريا التعددية التي لا مكان فيها للإرهاب أم لا؟ هذا لن يتم إلا بتفاهم سوري أمريكي، روسي أمريكي عفوا. لهذا السبب دائما أقارن وأقول إدارة ترامب كانت مؤهلة أكثر لتحقيق سلام حقيقي واستقرار حقيقي واختراق حقيقي على هذه الملفات. هناك من ينخدع بالشعارات، الأيام ستذكرنا بمن كان يرى المشهد بدقة وصدق أكثر. أستاذ حسين عمر، ياريت لو تفيدنا بتعقيب على ما تفضل به الأستاذ بشار. يعني الأستاذ بشار موجود في واشنطن وهو خبير بمسائل واشنطن الداخلية لأمريكا الداخلية، لكن أعتقد رأيه باتجاه مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة في منطقتنا لديه قليلا من الغموض بهذه السياسة. هذا رأيي، يعني يبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة منفتحة كليا على مواضيع المنطقة، لديها مشروع كامل ليس فقط بخصوص سوريا والعراق، وإنما
لديها مشروع كامل. إسرائيل، لنترك إسرائيل على جنب، إسرائيل هي الخط الأحمر الأمريكي، إن كان الرئيس جمهوري أو الرئيس ديمقراطي، الكل يدعم إسرائيل والكل يدعم يدافع عن كل ما تقوم به إسرائيل في المنطقة، هذا لنتركه على جنب. لكن الإدارة الأمريكية الجديدة تعاملها مع السعودية، تعاملها مع دول الخليج، تعاملها مع مصر، حتى مع أثيوبيا، مع السودان، مع شمال إفريقيا، وكذلك مع إيران، ومحاولة إعادة إيران إلى ما كانت عليه قبل أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووي، وكذلك الوضع التركي، وهو أيضا على تواصل مباشر مع روسيا. أتفق مع الأستاذ بشار بأن لا حل في سوريا إلا باتفاق روسي أمريكي، هذا الكل يتفق عليه. وأعتقد هناك اتصالات وتفاهمات أمريكية روسية بخصوص سوريا بالرغم من صراعهم في مناطق أخرى، لكن الإدارة الأمريكية الجديدة لا ترى روسيا العدو الأول لها، تستطيع أن تتعامل مع روسيا، لكن هي توجه كل سهامها نحو الصين، والصين ليس لها تأثير في مناطقنا حقيقة. الصين لها علاقات مع بعض الدول في المنطقة، لها استثمارات أيضا، لكن مثلا بالنسبة للعراق وسوريا يعني يمكن أن تكون معدومة تأثير الصين في هذه الأزمة. لذلك التحالف أو التوافق بين روسيا وأمريكا في الملف السوري سيكون بارزا في الأيام القادمة. ولا ننسى بأن ماجورك وغيرهم من الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في إدارة بايدن كان لهم صولات وجولات مع المسؤولين الروس، المسؤولين الروس الموجود يعني الذين لديهم مسؤولية تجاه الملف السوري، وهذا مستمر حتى هذه اللحظة. تركيا موضوع آخر، الإدارة الأمريكية الجديدة لا تتعامل مع تركيا كما تتعامل إدارة ترامب أو حتى إدارة أوباما كما قلنا، لذلك لا خوف من هذا الأمر. الموضوع النظام السوري وتعويم النظام، لا أتفق مع الضيفين في هذا الموضوع، لا الولايات المتحدة تريد تعويم النظام السوري، وأعتقد ولا الدول العربية. هناك خوف في الدول العربية، إذا كانت العربية السعودية تحاول أن ترضي النظام أو تتباحث مع أركان النظام في مواضيع معينة، هي فقط لأجل وضع حد لتركيا. تركيا الآن تحاول التغلغل حتى داخل دمشق، وهي تغلغلت في مناطق الجنوب السوري على الحدود الأردنية، لها امتدادات هناك. لذلك الدول العربية التي تريد أن تتعاطى مع النظام السوري في هذه المرحلة، أعتقد هي فقط لمنع تفاوض أو توافق بين النظام السوري الذي هو جاهز أن يتفاوض مع الأخوان المسلمين، التنظيم الإرهابي للأخوان المسلمين. هؤلاء يحاولون منع هذا الأمر، لأن النظام بالنسبة للولايات المتحدة باعتقادي، وبالنسبة حتى لروسيا، النظام يحاول أن يبقي، عفوا روسيا تحاول أن تبقي على هذا النظام فقط لأن لا بديل له حاليا، ولا يحاول أن يزيل بشار الأسد في هذه المرحلة ويضع شخصا آخر قريب عليه لكي لا يكون هناك حساسيات داخل المجتمع السوري، وكذلك لنضع بعين يعني تضع بعين الاعتبار النفوذ الإيراني داخل مناطق النظام بشكل كبير. لذلك يعني لنرجع إلى السياسة الأمريكية، هي باعتقادي وضحت بعد الزيارات المتتالية للمنطقة لمسؤولين كبار وخاصة إلى شمال شرق سوريا، هذه الزيارة هذه السياسة تكون داعمة ليس فقط عسكريا وانما سياسيا. استاذ حسين، لتواجد الإدارة الذاتية في الأيام القادمة. طيب بدنا نحكي مثل ما بيقولوا بالبرمجة الجاية اللي عندك إذا كان معنا وقت، عن مسألة هذا الدعم السياسي، هل سيوصل الإدارة الذاتية بأن تدخل بحوار مباشر مع الحكومة السورية ومن ثم يكون هناك حل دستوري لكل ما يحدث الآن في الملف السوري في ظل تعطيل اللجنة الدستورية وباقي الأمور الأخرى؟ أستاذ الياس المر، في أي مسار سياسي ودبلوماسي قد تسعى واشنطن
للتوافق مع موسكو في جزئية الملف السوري وبين قوسين شمال وشرق سوريا كما يقال؟ نعم، للحقيقة بدي نوه على شغلة ذكروها الضيوف وأنا بدي أعطي وجهة نظري فيها. أمريكا لا تتعامل مع الضعفاء، وبايدن للحقيقة تحديدا ما عنده وقت أنه يهدره، لأنه أساسا بسبب تشعبات والتفاقم الأزمة الداخلية في أمريكا وضعه بالنسبة للولاية الثانية منه واضح، فهو عم يشتغل على أساس أنه هو رئيس لأربع سنوات وليس رئيس لدورتين متتاليتين. من هذا المنطلق برجع للقاعدة الأساسية أنه أمريكا لا تتعامل مع الضعفاء، أمريكا تتفاهم مع الأقوياء. من هون نحن منشوف عملية الاحتواء يلي جربت تعملها مع الإيراني من خلال المحادثات الأمريكية الإيرانية الغير مباشرة في فيينا، احتواء هذا بهدف استيعاب واحتواء الاتفاق مع الصين. كان عم يقول الضيف الكريم أنه الصين منا موجودة بتفاصيل المنطقة، أنا بوافق الرأي، ولكن الصين موجودة في المنطقة من مفاتيح، يعني على مستوى المفاتيح وليس على مستوى التفاصيل والزواريب، وهذه المفاتيح تؤخذ بعين الاعتبار من الجانب الأمريكي. كرمال هيك نحن شفنا تسريع في عملية المفاوضات أو العودة إلى المفاوضات مع إيران، وأيضا سنرى هناك استيعاب للروسي، لأنه أولا الروسي هو أصبح أمر واقع في المنطقة وليس بإذن من الأمريكي. نفس الشيء الأمر بينطبق على النظام السوري، هو أمر واقع في المنطقة. بس يا أستاذ الياس خليني قاطعك بجزئية ما، يعني قد يقول لك البعض بأن كل ما يحدث الآن بين روسيا وأمريكا في الملف السوري هو نتيجة تفاهمات وتوافقات هلسنكي. ما انا عم بقول لك صحيح، لا انا عم بقول لك انه نحن ادمين على رح نشوف توافق اكثر، رح نشوف عمليه استيعاب على قاعدتين، القاعده الاولى التعاطي بواقعيه امريكيه تجاه الوجود الروسي في سوريا وفي المنطقه باسرى، روسيا ليست في سوريا بس، روسيا موجوده بكل تفاصيل الشرق الاوسط، وهلا داخله على خط كمان اذا بدك داخله على خط تهدئه الامور في فلسطين المحتله بين غزه وكيان العدو الاسرائيلي، وداخله بشكل ناشط. فاذا راح نشوف عمليه استيعاب امريكي، هذا الامر راح يعمل تقارب بين الأمريكي وبين الروسي على الملف السوري، مما سينعكس إيجابا على مستقبل الحل السياسي في المنطقة. لا بدها تعمل تقارب من أجل احتواء روسيا بمواجهة الصين، فإذا نحن هون عم نحكي عن عملية احتواء، عملية الاحتواء بيصير فيها تقارب في وجهات النظر، التقاء في نقاط مشتركة، هذا التقارب وهذه الالتقاءات تنعكس إيجابيا على الملفات السياسية بشكل مباشر، سياسيا وعسكريا أيضا. أستاذ بشار، يعني أي مسار سياسي ودبلوماسي قد ينتهجه الرئيس جو بايدن، مع العلم بأنه يعني كل ما تم وضعه ورسمه في سوريا هو نتيجة اتفاق مسبق بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب؟ أستاذ بشار، يعني عزيزي، وهذا استمرار لما أقوله في هذا البرنامج وقبله في لقاءات أخرى مكررة حول الفرق بين الإدارتين، هناك مصالح أمريكية ثابتة تعبر عنها الدولة العميقة، يختلف من يتصدر المشهد سياسيا بالحديث عنها، في المجمل تنطلق الأمور من خلال مصالح وليست شعارات وليست جمل دبلوماسية يطيب للسامعين من الضيوف استقبالها أو لا. ما يجري الآن، وأعود وأقول أن ما يجري خاصة على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، يعني يشي بالكثير من العديد من الملفات كيف ستحسم. هل سيسمح بالقضاء على حماس وبالتالي إحداث فراغ في غزة تعود فيه سلطة ما تعيد ترتيب وخلط الأوراق على الساحة الفلسطينية فيتحقق اختراق يبشر به بايدن، أم أنه سيسمح لحماس بانتصار ما يعزز من موقف ما يسمى بخيار المقاومة والممانعة بالتالي التفاهم مع إيران؟ ما يجري الآن على الساحة السورية سواء في المكونات شمال شرق سوريا أو في ملف محاربة الإرهاب أو إعادة انتخاب الرئيس السوري للولاية أخرى، هذا كله ينصب في تفاهمات نعم هي أقوى من إدارة بايدن لأنها مرتبطة بمصالح أمريكية ومرتبطة بترتيبات دولية. مجرد هاكر يا عزيزي لأنبوب نفط رفع أسعار النفط في شرق الولايات المتحدة لأعلى رقم منذ 7 سنوات،
وصل في بعض الحالات إلى 60%. ما بالك إن قامت حرب وقطعت فيه إمدادات النفط أو الغاز؟ أنت تتحدث عن مصالح اقتصادية الآن في عالم ما بعد كورونا. الآن بايدن يباهي بأنه داخليا يفتح الاقتصاد بعد تحقيق الإنجاز فيما يتعلق في سياسة اللقاحات، ولكن كل ذلك عمليا وللإنصاف هو استمرار لما تحقق في الإدارة السابقة. هذا لا يعني أن الإدارة السابقة أفضل من الراهنة، ولكن يعني أن في قراءة المشهد هناك حقائق لا يستطيع التصريح الدبلوماسي ولا الوفود الدبلوماسية أن تقلب الحقائق فيها. بايدن محكوم بالتعطيل وبالتالي المراوغة، لأن الاستحقاق الرئيسي لديه هو السنة المقبلة 2022. إذا تمكن من الاحتفاظ بمجلس النواب هذا يعني أن هناك فرصة إعادة انتخابه أو انتخاب كامالا هاريس، وهذا يعني سيكون معجزة ومحزنة. طيب خليني، إن تم ذلك قدم فرص أخيك سلام، غير ذلك يا عزيزي إدارة ذاهبة لا تستطيع إلا المقامرة بأن تقول هذا هو العرض خذوه أو الفضوه، لأنه لا قبل لديه بمواجهة هذه الضغوط، لا يستطيع حلحلة هذه التفاهمات التي مضى عليها قرون في الشرق الأوسط. طيب أستاذ حسين، أستاذ حسين عمر بدقيقة ونص فيك تجاوب على جزئية مسألة الحوار السوري في حال لو بالفعل كان هناك دعم كما فهمنا من حضرتك من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. المباراة لك بدقيقة ونص لو تكرمت. فضل. يعني أعتقد بأن وضع المفاوضات ستتغير الآن. اللجنة الدستورية ومفاوضات جنيف لن تكون الحل، حتى الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة أوباما كانت تدعم هذه المفاوضات، لكن أعتقد بأن الإدارة الجديدة لن تدعم هذه المفاوضات. لذلك وجود الإدارة الذاتية أو وجود ممثلي مكونات شمال شرق سوريا ضمن المفاوضات الرئيسية، المفاوضات الأساسية لإيجاد حل المقتلة السورية، سيكون من خلال إدارة بايدن، وقريبا سيتضح هذا الأمر بأن يتم تشكيل لجان جديدة أو مفاوضات بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمعارضة السورية، بين قوسين جميع الأطياف المعارضة السورية الإرهابية منها والتحررية. سيكون هناك انبثاق جديد، وسعودية جاهزة كما سمعت لهذا الأمر، سعودية جاهزة أن تتخلى عن اللجنة الدستورية وكذلك عن لجنة الرياض أو هيئة الرياض، أن تتخلى عن الجميع. لذلك نرى بأن قطر تحاول الآن أن تدفع بالرياض حجاب وغيره إلى الأمام كي تفرضه على الإدارة الأمريكية الجديدة أو على السوريين كمرشح محتمل للمعارضة السورية، ولكن أعتقد بأن هذه الأوراق حرقت محروقة الآن. الإدارة الأمريكية الجديدة ستبدأ مع الاتحاد الأوروبي، هناك مفاوضات مكثفة بين الطرفين، وروسيا داخلة في هذا الأمر ليس بعيدا عن روسيا، سيكون هناك انطلاقة جديدة للمفاوضات لحل الأزمة السورية، وستكون الإدارة الذاتية جزء أساسي من هذه المفاوضات. أستاذ الياس المر بختم معك، يعني خليني أوصف أنا هلا، يعني على هو ما فهمت أردوغان أصبح نمر من ورق والأوراق احترقت في الزوايا الأخرى، إلى أين يمضي المشهد السوري؟ تفضل بدقيقة ونص لو تكرمت. يعني الأمور أنا ما بحب أروح على قد يعني بتبسيطة كرمال تنضل متأهبين ومتهيئين، لأنه نحن ما بدنا ننسى أنه إذا كان نمر يعني له أظافر وبيغرمش من ورق هالمرة. أستاذ الياس تفضل. نعم، بس إذا صار أضعف، كل ما صار أضعف كل ما بده يحاول أنه ينقض ويغرمش أكثر، وما بدنا ننسى أنه هو بعده ممسك بجزء أساسي من الأرض السورية وجزء أساسي من الفصائل الإرهابية بعدها بتأتمر فيه. نحن برأينا أنه الأمور في سوريا رايحة إلى مزيد من التفاهمات، وعندما تتوسع دائرة التفاهمات يجب أن تبقى الأساس التفاهمات الداخلية، لأنه كل التفاهمات الدولية لا تعطي استقرار ولا تعطي مستقبل لا اجتماعي ولا سياسي. تفاهم بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية برأيك مع الأيام المقبلة؟ سيكون حتما سيكون، وهذا انسجاما مع الواقع وانسجاما مع التاريخ ومع الديموغرافيا ومع الجغرافيا
وانسجاما مع سورية السوريين يلي كان وين ما كانوا موجودين على تعدد انتمائهم وعرفوا. أنا بدي لك أكثر من هيك، سوريا المستقبل، بس اسمح لي بهذه الجملة، سوريا المستقبل سوف تكون نموذج للعالم عن التعايش الحضري بين المكونات المتعددة وبين المكونات المتعددة عرقيا دينيا سياسيا وعلى كل المستويات. طيب في بيروت أستاذ الياس المور خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به من كلام قيم، وشكرا لك ضيفي من بروكسل الأستاذ حسين عمر كاتب وباحث سياسي على تلبية الدعوة لكل الإضاءات التي أنرت بها الطاولة المستديرة، وشكرا لك ضيفي من واشنطن أستاذ بشار جرار كاتب ومحلل سياسي على تلبية الدعوة على كل الكلام القيم، وشكرا عظم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.